هل الالوان في السينما او في ديكور المسرح في اي ديكوريشن الالوان اللبس الكاستمز هل بتاثر في المشاهد؟ هيحس بحاجه لو شايف حد طالع لابس احمر ولا ما بتفرقش قوي والناس ما بتركزش قوي؟ انا شخصيا ما كنتش بركز غير لما سمعت الموضوع ده. بص ده موضوع كبير جدا جدا جدا، وفي المسرح زي السينما زي الدراما في التلفزيون. الالوان هتبقى عندنا في المسرح او في السينما او في التلفزيون، خليني اقول لك في المسرح، ايوه، بتبقى تحت مسمى اسمه السينوغرافيا. السينوغرافيا دي ثلاث عناصر، جميل، ديكور وملابس واضاءه. دي الثلاث عناصر اللي بتظهر فيهم الالوان. الديكور والملابس والاضاءه لابد ان هم يبقوا متناسقين مع بعض، ده واحد. يعني ما ينفعش مثلا الديكور يبقى عباره عن قصر ملك واللبس مش لبس ملك، او يبقى اللبس متناقض مع الالوان الديكور فاصل، فتحس ان في دوشه في الالوان، لون احمر جنب اصفر، ده ولون احمر جنب بنفسجي. فلابد ان المخرج يبقى قاعد مع السينوغراف يعملوا زي ما بتقول ايه، توائم في الالوان، تناسق في الالوان، علشان اللي بيتفرج عينيه ما تنزعجش. كمان كل لون بيبقى ليه دلاله. يعني مثلا محمد صبحي في مسرحيه كارمن هو كان لابس بدله لونها ازرق واحمر وابيض مثلا. البدله دي هو عايز يشير الى ان ده العلم بتاع امريكا، ولان هو كقائد فرقه في المسرحيه هو المسيطر والمهيمن على كل الدول. فالالوان بيبقى ليها دلالات في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون. كمان الاضاءه لما بتتلون، لما بتنزل اضاءه حمراء بيبقى في مشهد شر، بيبقى في مشهد عنف، بيبقى في، فكل لون في المسرح او في السينما بيبقى ليه دلالته. فطبعا الالوان من اهم الاشياء اللي موجوده في الفنون دي، لان لابد ان يكون فيها تناسق ما بينها وبين بعضها علشان المشاهد يفهم ابعاد الرؤيه اللي ورا الالوان دي. حلقه، ايه سر نجاح اي قصه بتتقدم حتى لو محروقه، حتى لو البطل عنده مشكله؟ طيب بص، سؤالك فيه شقين، الشق الاولاني متعلق بالورق والفكره. حلو. الفكره هي اساس اي عمل فني. جميل. يعني لو الفكره كويسه، الفكره كويسه هيتكتب عليها ورق كويس، ولو اتكتب الورق كويس لابد ان العمل يطلع كويس حتى لو ألف تنفيذه بنسبه ما. فكرة الشخصيات الغير تقليدية يا إبراهيم، زي مثلا الليمبي مثلا، الشخصيات دي الليمبي ايا كان، بس الليمبي ده بيبقى اختراع من اختراع الممثل. يعني محمد سعد هو قبل ما يكون كوميديان هو ممثل شاطر جدا. محمد سعد انا شفته على المسرح وهو بيعمل هاملت هنا في الأفوشي. انا الكاست بتاعي كنت اعمل لك حاجة من محمد سعد. ايوه بالظبط، وعملته وحش الحمد لله. كل الليمبي ده اختراع كاركتر، ازاي الناس تبدا تتعاطف مع شخصيه. يعني مثلا كان في فيلم اسمه مبروك وبلبل، كان بطوله يحيى الفخراني ودلال عبد العزيز. يحيى الفخراني كان عامل شخصيه عندها زي ما تقول ايه، اعاقه كده في الكلام، وبس ازاي الشخصيه دي انت بتبدا تتعاطف معاها، وده كله بيجي من خلال الورق. الورق لابد ان هو يكون مكتوب كويس يخدم ده. الشق الثاني من سؤالك هو شق التوقع. أيوه. التوقع بتاع الأحداث، بمعنى زي مثلا المسلسل بتقول عليه بتاع جعفر عمدة ده، سر نجاحه هو التوليفة. التوليفة بتاعة محمد سامي ومحمد رمضان، هم بيعرفوا ازاي يعملوا التوليفة والقصة اللي تقدر تشد الناس فيخليهم يتكلموا عنها. قصة الشخص اللي بيتظلم ظلم بين جدا، فالناس تبدأ تتعاطف لدرجة الانفعال علشان يشدوهم للمسلسل. أنا واحد من الناس ما شفتش نص الأحداث، يعني مثلا لحد الحلقة 15 ما كنتش بتابع جعفر العمدة. من كتر اللي الناس بتعمله ومن كتر هم دي شطارتهم بصراحة، يعني أنا شايف إن دي شطارة، إن أنا أقدر أخلي الناس كلها تتكلم عن المسلسل، برغم إن أحداث المسلسل شبه مثلا مسلسل الأسطورة، شبه مسلسلات كتير هم عملوها. نفس البطل اللي بيتظلم وبعد كده يرجع يطلع من السجن فينتقم في الاخر، ورغم كل ده الناس بتتوقع والناس مشدوده. زي بالظبط فكره رامز جلال،
بمقالبه بالافيهات اللي بيقولها بالناس بتقول يا كل سنه والناس بتبقى عارفه الناس بتتابعه. فدي شطاره ازاي انا اقدر العب على اللي الناس بتحب تتفرج عليه. انا بس عشان ما اطولش عليك انا ممكن اقول لك امثله كتير جدا، انما التوليفه يا ابراهيم هي ممكن تخلي العمل ينجح لو الورق ضعيف. يعني لو الورق حتى ما فيهوش احداث كتيره، انما ممكن يقول لك ايه، انا ممكن اعمل موقف في الفلاني اخلي الراجل ينزل يشتم الناس في الشارع فيحصل حاله ظلم فالناس تتفاعل. وهو كمان بيعمل حاجه كويسه جدا انه بيقفل كل حلقه بمتعلقه احداثها الناس تخليها تتشوق انها تشوف الحلقه. فالتوليفه دي ممكن بشكل كبير جدا انها تنتصر على الورق، بس الورق والفكره في الاساس لابد يكونوا اقوياء. يعني مثلا نضيف الى الموضوع مسلسل زي مسلسل رساله الامام بتاع خالد النبوي. انا من الناس اللي كنت عايز اشوفه لاني بحب خالد النبوي، بحب افكاره، بحب الحته الهيستوري اللي هو بيعملها. ولكن لما شفت اول حلقه في الثانيه حسيت ان المشهد بالراحه، وفي مشاهد يعني زي ما نقول ايه ما حبيتهاش لسبب ان هو مثلا الامام بيتنقل من مدينه الى مدينه، فبلاقي 10 دقايق الناس بتتكلم عن يعني العلم بتاع الراجل اللي جاي علينا واين الامام ومستنيين الامام. في 10 دقايق حسيت ان الكلام الناس بتسمع ما بين بعضيها. الفكره قبول خالد النبوي عجباني، الريتم او مش عارف ايه المشكله بالظبط ميت. طيب الناس ما تصدقش يعني الناس خالد النبوي ممثل مجتهد وبيغير من نفسه كل حاجه وعكس جعفر العمده ما بيجددش كده، بس فين انا ما تشدتلكش برضه؟ بص يا ابراهيم، ما هو ده برضه نقطه علشان برضه يعني اختصارا للوقت، ده عمل تاريخي ديني فلابد ان كل تفصيله المخرج والمؤلف والممثل يكونوا مركزين فيها، لان ده في عصر الامام الشافعي اللي هو ما ينفعش يبقى فيها غلطه، ما ينفعش يبقى فيها حاجه حاصله في اليومين دول. وكمان الزمن اللي هم كانوا عايشين فيه كان مختلف تماما عن اللي احنا شفناه او العصور ما بعد الامام الشافعي، فلازم يبقى كلامه هادي، لازم يبقى المخرج بقى بيعالج ده بشويه موسيقى، باحداث، بصراعات، بحاجات كده. دي بقى دي بيحاول شويه المخرج ان هو ايه يتغلب على الايقاع اللي ممكن البطيء. طيب ازاي وانا بكتب